اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. آه. حصل مشاكل بجد. هل عمرو اديب وقعك في مرتضى منصور؟ لا لا لا. نعم ام خالص لا؟ خالص خالص لا. عمرو اديب ملوش اي ذنب. لا والله ملوش اي ذنب. طب حاول يصلح لك الموضوع ولا عمرو؟ لا ده هو زي القهوه بعد كده لما اتصالحت معاه. يعني انا لما اتصالحت مع مستر مرتضى عمرو زعل قوي. ليه زعل؟ ليه ما اعرفش زعل. يعني انت بتدخل بتاع طول تتهزر. انت اصلا كنت في الخناقه دي. انت هتشتغلنا عمرو ده انت عمرو دي لذيذ جدا على فكره. كان لسه لا طبعا لذيذ كان لسه راكب جنب الطياره. كنا عمالين نهزر. جبتوا سيره الموضوع ده؟ لا لا. عمرو اديب ذكي على فكره. ذكي جدا طبعا. لا هو يعني ما يجيبش حاجه. بص اقول لك حاجه. هو اعلامي رقم واحد في الوطن العربي باي فار. يعني عشان بس الموضوع يعني حتى لو بنتكلم عن مواقف او حاجه فلكن ده مكانته محفوظه. يعني كنتوا بتهزروا وتقولوا في الطياره بس الموضوع ده شكله لذيذ. والله ما فاكر. كنا بنتكلم يعني حاجه كده برضو مش فاكر حاجه. انا والله ما فاكر. بس كنا عاملين نهزر. بس المهم نتكلم. كان عمال يكلمني عن منتخب وفيكتوريا وبتاع. كنا بنتكلم في حاجات كده يعني. ما هو زملكاوي اصيل زيك يعني. عمرو زملكاوي. بس انا في حاجه بتجنني. ايه؟ اقول لك ايه هي. الجون بتاع ايمن منصور في ماتش السوبر في جوهانسبرج 94 الكاميرا جت على عمرو اديب. كان واقف في المدرج. وما كانش فرحان. ده مش عارف والله. لو جبت اللقطه دي انا اللقطه دي مجنناني. هو ما كانش يعرف ان الكاميرا عليه. واجهته. ما كانش بيحتفل. واجهته مش عارف. انا خايف يطلع ويكون بعد كل ده يطلع اهلاوي. احلف. مش عارف. وكمين ده يبقى ايه ده؟ خلي بالك ده هو ده يعملها. لان هو ايه الزمالك بالنسبه له ماده حلوه قوي بيلعب بيها في الميديا. وابا لا يا راجل. يعمل اي حاجه. لا عشان ينجح برنامجه يعمل اي حاجه. طب راجعوا يا جماعه اللقطه بتاعت شفتي. متاكد ان شفت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا بس هو زملكاوي يعني. ده يعني بتهزر. طب يطلع بيه. طب انت شفتيه في اللقطه دي يعني عمرو اديب مش زملكاوي؟ عايز تقول لي كده؟ لا ما انا مش عارف. انا بس بسال يا جماعه. عمرو اديب في الماتش بتاع السوبر ده تفتكر خطه؟ ممكن خطه؟ ممكن كل ده؟ ممكن مش عارف. غريبه. انت شككتني. انا هبتدي اراجع. طيب انت ممكن اقول لك حاجه. الشباب اللي بيكلموكي اتفرجوا على الجون ده؟ اتفرجتوا على الجون ده يا شباب؟ جون كابتن ايمن. حد فيكم اتفرج على الجون ده؟ ايمن منصور في شوبير ده في ماتش السوبر سنه 94. ها هنجيبه. الزمالك والسوبر هنجيبه. كابتن جوهر الله يرحمه كان مدرب الزمالك. كان ماتش ده. بصي جوهري ماسك الزمالك وبصي ماتش حياه وموت. الزمالك طبعا كانوا ابطال افريقيا اجمد فرقه في افريقيا يعني. ايوه الزمالك نادي القرن طبعا. عامه احنا في الفاصل نجيب. نجيب. انت قلت ايه دلوقتي؟ الزمالك. الزمالك يعني؟ نادي القرن. نادي القرن والاهلي. اكتر نادي فاز ببطولات قاريه في القرن الماضي هو نادي الزمالك. ماله؟ والنادي الاهلي. لا لا الاهلي. لا ازاي الاهلي؟ مفيش الكلام ده. والاتحاد الافريقي كان بيجامل الاهلي يعني؟ لا لا مش هو ده بيجامل. انتوا بس قولوا لي. انا بقول لكم هل انا بقول حاجه في التاريخ غلط؟ الاهلي دلوقتي واخد بطولات اكتر من الزمالك بكتير من الناحيه القاريه. لكن الزمالك لغايه سنه 2000 وبعد حتى 2000 لغايه 2003 انتوا لسه بتتكلموا في الموضوع ده يا جماعه. الموضوع ده فات عليه عادي يعني. انا على فكره ولا يهمني. هو انا نادي القرن ده يعمل لك حاجه؟ لا يعمل لي حاجه. لكن انا اقسم بالله وانا لما كنا بنسافر واحنا صغيرين مع منتخبات الناشئين والشباب وكده الافارقه كانوا يعرفوا الانديه المصريه. يعرفوا الزمالك وبعد كده المقاولين. خلصت فقره الخطايا. تمام. والحمد لله ما طلعش عندك كتير. انت راجل كويس وراجل فله. انت راجل فله على راي عمرو اديب كان بيقول ايه؟ فله شمع منوره. صح انت فله شمع منوره. تمام. خبك هو هيتجنن من موضوع ان انا اقول ان هو اهلاوي. لا لا احنا بنحبه. احنا بنحبه طبعا. طيب.